بسم الله. تمارين حول درس المتجهات لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 26. ABC مثلة قائم زر في الرأس A بحيث مسافة AB تساوي 4 سنتيمتر و AC يساوي 3 سنتيمتر. أنشئ E صورة B بالإزاحتي ذات المتجهة AC. ما هي صورة A بهذه الإزاحة؟ وحسب المسافة CE دي ما هي طبيعة الرباعي A, B, E, C؟ يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا نبدأ الجواب. نشوفوا الشكل الأول. رسموا أولا مثلث قائم الزاوية و قياس المسافة AB يساوي 3. إذا نبدأ بالمسافة AB هي نضع فيها 3. إذا طول قطعة AB كما ترى يساوي 3 سنتيمتر. ثم قيل لنا المثلث قائم الزاوية في الرأس A. إذا خصنا أي أداة نستعمله؟ نعم الأكس أو المنقلة، واخا نحدو على 90 درجة. ها هي 90 درجة تقريبا، ونضعها هنا في الرأس A هكذا. ثم نرسم القطعة ديالنا AB. AC ها هي AC، ولكن طول هذه القطعة هو 4 سنتيمتر. احنا غادي نكتبوا 4 سنتيمتر ها هي. إذا الآن حصلنا على القطعة ديالتنا AC. نكمل رسم المثلث ABC، خاصنا غير الوتر BC. إذا شئت هنا عندنا، إذا نكتبها هنا عندنا 3 وهنا عندنا 4 سنتيمتر وهنا عندنا زاوية قائمة. ثم متجهة الإزاحة نحن نضعها بشي لون مغاير بحال اللون الأخضر مثلا. ها هي ذات متجهة الإزاحة AC، حنا غادي نكتبوها الفوق متجهة AC. E هي صورة النقطة B بهذه الإزاحة. يلا أين ستكون النقطة E؟ نعم النقطة E ستكون في مكان ما هنا، ما دامت E هي صورة B بالإزاحة ذات المتجهة AC. إذا المتجهة B غتكون هكذا تفقين؟ هنا. إذا غادي ناخذ البركار كالعادة لتمثيل النقطة E بهذه الكيفية. إذا الآن حصلنا، نعود العملية. نتأكد من المكان ديال النقطة C هكذا. إذن الآن حصلنا على مكان النقطة E هو هذا. إذن كما ترى E هي صورة B بالإزاحة T ذات المتجهة AC. الآن سنحسب المسافة EC. يلا في رأيك كيف سنحصل على طول قطعة EC؟ عندنا E هي صورة B بهذه الإزاحة. واخا نسينا ما جاوبنا على واحد السؤال اللي طلبوه منا، ما هي صورة A بهذه الإزاحة؟ نعم صورة النقطة A بالإزاحة ذات المتجهة AC هي ماذا؟ فعلا هي النقطة C، وبإمكاننا أن نثبت هذا الأمر بالبرهان. صورة A بالإزاحة T ذات المتجهة AC هي النقطة C. نقدر نعتبر مثلا أن صورة A بالإزاحة T ذات المتجهة AC هي نقطة M، وسنثبت أن هذه النقطة M التي أنشأتها في الشكل، هذه النقطة M هي نفس النقطة C. تقين؟ كيف ذلك؟ مسألة بسيطة. ما دامت M هي صورة A بالإزاحة T ذات المتجهة AC، فإن المتجهة AM تساوي المتجهة AC.
ورأينا في الدرس إذا كانت المنتجة AM تساوي المنتجة AC فإن النقطة M النقطة M تساوي النقطة C. لا تنسى منتجهتان متساويتان ولهما نفس الأصل A، إذن سيكون لهما نفس الطرف بمعنى أن M تساوي C. إذن صورة A بالإزاحة T ذات المتجهة AC هي النقطة C. تبقين؟ إذا الآن غادي نمشيو للسؤال الثالث لنحسب المسافة CE. غادي نكتبو البرهان من بعد لنحسب المسافة CE، يعني هاد المسافة هادي. قلنا E هي صورة B بهذه الإزاحة، و C هي صورة A بهذه الإزاحة. ماذا تعرف عن الإزاحة؟ أنها تحافظ على معنى، نعم تحافظ على المسافة. إذن المسافة AB تساوي المسافة CE، وكما ترى في الشكل المسافة AB تساوي كم؟ نعم تساوي 3 سنتيمتر. إذن المسافة AC بدورها تساوي 3 سنتيمتر. تبقي؟ ثم نمشي للسؤال الأخير، ما هي طبيعة الرباعي ABEC؟ نرسم هذا الرباعي، ها هو، غادي نشبه، غادي نعطيه شي لون، مثلا هذا اللون هذا ABEC، كيف تراه؟ نعم مستطيل، الرباعي ABEC مستطيل، تفقين؟ يلا كيف سنثبت ذلك؟ نعم نعلم أن المتجهة AC تساوي المتجهة BE، قلنا قبل قليل أن E هي صورة B بالإزاحة ذات المتجهة AC، إذا المتجهة AC تساوي المتجهة BE. ما دامت المتجهة AC تساوي المتجهة BE فإن الرباعي ABEC متوازي الأضلاع، واضح؟ متوازي الأضلاع وله زاوية قائمة فإنه ماذا؟ نعم فإنه مستطيل، رأينا هذه الخاصية في السنة الماضية، إذ كل متوازي الأضلاع له زاوية قائمة فهو مستطيل. يلا نكتبوا البرهان، نبدأ بصغيرة لنحدد صورة A بالإزاحة T ذات المتجهة AC. لنضع M صورة A بهذه الإزاحة. إذن المتجهة AM تساوي المتجهة AC، ومنه فإن النقطة M تساوي النقطة C. إذن C هي صورة A بهذه الإزاحة. C صغيرة. لنحسب المسافة C، عندنا E و C هما صورة B و A على التوالي، بهذه الإزاحة. إذن المسافة AC أو المسافة CE بحالها تساوي المسافة AB، بين قوسين لأن الإزاحة تحافظ على المسافة. نشوف السؤال الأخير، قبل نعطي بعد القياس، وحيث أن نطلب منا نحسب المسافة CE، وحيث أن AB تساوي 3 سنتيمتر فإن
سي او بدورها تساوي 3 سنتيمتر. دروك عاد نمشيو للسؤال الاخير لندرس طبيعة الرباعي ا بي او سي. نعلم ان المتجهة بي او تساوي المتجهة ا سي. قلنا قبل قليل ان او هي صورة بي بالازاحة تي ذات المتجهة ا سي. اذن ا بي او سي متوازي الاضلاع. A, B, U, C متوازي الأضلاع. وبما أن له زاوية قائمة في الرأس A فإنه مستطيل. كل متوازي الأضلاع له زاوية قائمة فهو مستطيل. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.